نعلن في محافظة المثنى دعمنا الحكومي والشعبي المستمر، وكان لنا لقاء مهم تداولنا به أطراف هذا الدعم، خصوصا وأن المرجعية الرشيدة قد دخلت على خط الدعم، وأن دولة رئيس الوزراء أعلن هذا الدعم أيضا، وأن الشعب يتسابق اليوم في محافظة المثنى بهذا الدعم. ولأجل تنظيم الحالة كان لنا لقاء مع الأخ مسؤول الحشد الشعبي في المحافظة والأخ الحاج مسؤول المواكب الحسينية، ونعلن النقطتين الآتيتين: أولا فتح باب التبرع الشعبي في 11 مركز فرعي ومركزين رئيسيين في مدينة السماوة لجمع المواد الغذائية والطبية والمالية، والتي سيشرف على جمعها أبطال الحشد الشعبي وغيار المواكب الحسينية والدعم اللوجستي، وبإسناد من وزارات الدولة الحكومية كافة. وكذا نعلن استعداد محافظتنا محافظة المثنى لاستقبال النازحين والتهيؤ إلى أي طارئ من ذلك، وكما كانت المحافظة الكهف الآمن لنزوح أبناء الوطن في 2014، لا ندخر ذات الجهد وذات الموقف مع أشقائنا من دولة لبنان الشقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي البلاد والعباد وأن يجنبنا شرور الفتن.